بسم الله نبدأ. الألكينات طبعاً زي ما أخذنا في الانترودكشن في بداية المحاضرة الأولى، الألكينات طبعاً هيدروكربونز، قانون العام إلها CnH2n، أقلها يبدأ بذرتي كربون. لو أجينا نطبق C2H2، إذن يصبح عدد الذرات C2H4. تمتاز الألكينات وجود دبل بوند، وجود رابطة ثنائية فيها، تمام؟ C C C L دبل بوند. وزي ما احنا عارفين انه في عندنا 3 سيجما واحدة ايه باي، اذا فيها رابطة ثنائية، ونوع تهجينها من نوع SB2، والشكل الفراغي اللي هي ترايجونال بلين. بالنسبة للألكينات، لو اجينا لهذا المركب مثلا، لو اخذنا هذا المركب C double bond طبعا C L H H C. What is the difference between two compounds؟ طبعا لاحظ المركبات أو هذين المركبين هما عبارة عن C2H2CL2، لكن هذه صيغة وهذه صيغة بنسميها isomers مشابهة، أحدهما cis وأحدهما trans. طبعا بالنسبة للcis بيكون في the same direction، هذا cis وهذا ايه trans. طبعا ممكن نسميه بكل بساطة cis 1-2 دايكلوروإيثين، هذا سيس 1-2 دايكلوروإيثين، لأنه من وين جاي؟ الكين. والآخر اللي هو عبارة عن ترانس 1-2 دايكلوروإيثين. في نقطة هنا مهمة جدا بالنسبة للبويلينج بوينت تبعت السيس، دائما اللي هي ايش؟ أعلى من الترانس. بالنسبة للبويلينج بوينت السيس أعلى من الترانس. كما أسلفنا في المركبات السابقة، الآن ممكن ننتقل إلى النومنكليتشر اللي هي تسمية الألكينات. تسمية الألكينات نفس القواعد التي انطبقت على الألكانات تنطبق على الألكينات، ولكن مع مراعاة بعض النقاط المهمة اللي حنتناولها بنوع من التفصيل. الآن لنفترض عندي مركب 1-2-3-4-5، وهنا عندي رابطة ثنائية، وهنا عندي اللي هي مجموعة CH. حتى ننوه للطلاب، حتى نكون على بينة من أين يبدأ الترقيم، يبدأ الترقيم من الطرف الأقرب للرابطة الثنائية لها الأولوية، 1-2-3-4-5. نتعلم نكتب الشكل بطريقة صحيحة وبطريقة سليمة جدا. طيب الآن في عندي رابطة ثنائية تعود إلى الإين، هذا أول نقطة، 1-2-3-4-5. عندي أنا عندي 5، تمام، عندي 5 ذرات اللي هو إيه؟ بن
تين. اذا المذر بنتي، المذر بنتي. ثم نشوف ايش بتصل فيها بالمجموعه. طبعا مجموعه ميثايل، طبعا مجموعه اللي هي الميثايل. وين واقع الميثايل؟ واقع في ايه؟ في اثنين. نقول اثنين ميثايل بنتي بدون فواصل طبعا. اثنين ميثايل بنتي. اذا هذه الطريقة بسيطة جدا وسهلة جدا. ناخذ مركب اخر. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ست. حط الرابطة هنا. ثنائي. في عندي مجموعة هنا. CH3. إذا أنا عملت السلسلة. طبعا في كثير من الطلاب يخطئ في ترتيب ذرات الهيدروجين. الهيدروجين احنا من القاعدة اللي بتقول لازم الكربون يكون بهذا الشكل. أربعة، يعني قاعد على أربع نجدة. الآن نبدأ في التركيب من الطرف الأقرب للرابطة الثنائية. دبل بوند. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. طبعا نشبع طبعا هنا هذا الشكل. ميثايل بنتين. شبع هذا الشكل. طبعا لاحظوا 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 وهنا الرابع هذا الشكل. شكل فائدة الصيغة البنائية بتعرفني قديش عدد الذرات. لأنه شبع مركبي 1 2 3 4 خلاص 4. هنا طبعا انتهينا 1 2 هذا الشكل. بدأنا في عملية الترقيم. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. إذا السلسلة إكسين. إكسين. تمام؟ لكن الرابط الثنائي وين جاي؟ جاي في اثنين. اثنين هكسين. اثنين. اثنين هكسين. تمام؟ مجموعتين الميثايل، واحد واقع في ثلاثة، واحد في أربعة. بنقول ثلاثة أربعة داي ميثايل اثنين هكسين. داي ميثايل اثنين هكسين. تمام؟ إذا بهذه الطريقة بنكون إحنا عملنا اللي هي التسمية. هذه طريقة التسمية. طيب لنفترض على سبيل المثال جبنا مثال آخر عكسي. هذا سمي. تفرد قال لك اكتب write the structural formula for مثلا 2 3 داي ميثايل بنتين. نيجي للمذر. المذر. المذر بنتين. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. مث، إث، روب، جود، بنت. رابط الثنائي. شبع مركبي. نبدأ في الترخيم من الطرف الأقرب. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. وين جاية؟ في اثنين وفي ثلاثة. في اثنين CH3. تمام؟ طبعا لاحظوا ها في مشكلة هنا عندنا. خمسة بشيل بشيل هيدروجين. وفي ثلاثة CH3. بهيك أنا بأضمن إنه كتابة المركب بالصيغة الصحيحة والصيغة السليمة. تمام.
في هناك بعض الطلاب ممكن يخطئ في بعض التسميات، يجب أن يكون بالضرورة أن تعرف اللوكيشن اللي هي تبع الضبط الثنائي، يجب تحديد الاسم، يجب تحديد موقع اللي هو المجموعات. طبعا هذه الأمثلة وأمثلة كثيرة جدا موجودة في صفحة 1056 وموجودة في 1057. نقطة أخيرة في الألكينات اللي هي السايكلو ألكينز. السايكلو ألكينز، السايكلو ألكينز نفس السايكلو ألكينز بس تختلف في حاجة واحدة اللي هي الرابطة الثنائية بهذا الشكل، وهي عندي إيش بكون في رابطة ثنائية. هذا المركب نسميه سايكلو ألكينز، سايكلو طبعا سايكلو ألكين. طبعا في ستة إيش بنسميه؟ سايكلو هيكسين، سايكلو هيكسين، هيكسين لأنه ست، وهكذا، وسايكلو بنتين وإلى آخره. تمام. لنفترض إنه أنا عندي اللي هو attached group بهذا الشكل. مثلا مجموعة موجودة هنا CH3. من وين بدأت الترقيم؟ من هنا. 1 2 3 4 5 6. ماذا يسمى هذا المركب؟ يسمى هذا المركب بكل بساطة اللي هو 3 ميثايل سايكلو هيكسين، 3 ميثايل سايكلو هيكسين. زي الأمور واضحة لكم، واضحة وبسيطة جدا، ما فيها أدنى صعوبة. ننتقل إلى نقطة أخرى وهي بسيطة جدا. زي ما أخذنا الألكينز، ننتقل على الألكاينز أو الألكاينات. الألكاينز AL الألكاينز، الألكاينز قانون العام CnH2n oxygen، قانون العام CnH2n minus 2 الألكاينز. تمام. الألكاينز هذا اللي هو الجنرال فورمولا إلها، وهي unsaturated hydrocarbons تبدأ ب 2 كربونتين. تمام هذا الشكل. ممكن من خلال قانون العام نجيب قديش عدد ذرات الهيدروجين. مثلا هنا سي لنفترض 2 الان 2 ان ايكو 2، اذا بتصير سي 2 اتش 2 ب 2 ماينس 2، اذا سي 2 اتش 2. تمام. لن ناتي الى كتابه صيغة أو استركشر سي سي بهذا الشكل، سي 2 اتش 2. هنلاحظ انه ايش فيها؟ فيها 2 باي 2 سيجما كما اسلفنا في بداية المحاضرة الأولى. مثلا ممكن أنت بدون القانون، يعني نسيت القانون ونسيت تجيب اللي هو الشكل الجزيئي او الشكل البدائي، احنا عندنا حاجة بسيطة جدا علمتك اياها. الكاين 1 2 3 4 5. تمام. هاي رابطة ثلاثية. تمام. تريبل بون. ثم نبدأ بالقاعدة اللي هي الكربون مشبع ب 4. خلصنا هنا 4. تمام. هنا 4. تمام. هنا 2. هنا 2. هنا 2. إذا أنا بضمن مركبي صح. أو ممكن يكتب بهذا الشكل CH3. تمام.
عفوا CH2 C تربل C CH3. طب نشوف القانون الآن يطبق ولا لا. C5 H2 ضرب أنا قديش 5 ناقص 2 C5 H8 هذا الشكل 1 2 3 هي 3 و 3 و 3 3 كويس. إذا بهذه الطريقة أنا بضمن أي مركب وأي شكل بهذه الطريقة البسيطة جدا. طبعا كنا عارفين انه الالكينات مركبات unsaturated hydrocarbons تحتوي على تريبل بوند 2 باي و2 سيجما، وانتم عارفين الرابطه باي هي اكثر من الرابطه سيجما. تمام. طبعا والتسمية سهلة جدا ما فيها أدنى صعوبة. الذي ينطبق على الألكينات والألكينات ينطبق على الألكينات. على سبيل المثال نأخذ مثال بسيط جدا، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، والرابط الثنائي الثلاثية عفوا في عندي مجموعة ميثايل سي اتش 3 سي اتش 3. نبدأ في الترقيم كويس. أبغى لاحظوا هنا ثلاثة وهنا ثلاثة، لكن هذه في تفرق، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. الأولوية من عند الرابطة الثلاثية. فإيش بصير مركبي؟ اللي هو ثلاثة ميثايل ثلاثة اثنين ميثايل عفوا اثنين ميثايل سوري عفوا هاي اثنين ميثايل والرابط الثلاثي وين جاي؟ بثلاثة هيكساين. نعم أعيد كمان مرة المثال حتى يكون أكثر وضوحا. كيفية تسمية الألكينات؟ تسمية الألكينات واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، هاي رابطة الثلاثية، ويتم تشبيع الذرات بهذا الشكل. تمام. هاي طبعا لاحظوا أربعة لاحظوا أربعة وين أخطأ. ليش أنا بكتب دائما بالطريقة هذه؟ عشان أقلل فرصة الخطأ. هنا في عندي برانشينج، في تفرق، هي طبعا أطول سلسلة وهي فيها رابطة ثلاثية، لكن نبدأ من عند إيش؟ التفرق، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. تمام؟ ستة. طبعا الستة هيكساين عندنا مجموعة الميثايل وين واقع؟ واقع في اثنين ميثايل. وين واقع الرابطة الثلاثية؟ اللي هي ثلاثة هيكساين هذه اللي هي أفضل طريقة للتسمية. طبعا نكتفي بهذا القدر وانتهاء اللي هي المحاضرة الثانية، وإلى اللقاء الآخر في محاضرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.